قناة الشيخ لحسن سليماني تقدم. وكذلك سائل يسأل عن تسمية المولود الذي توفي قبل يوم سابع ولادته. الأصل أنه ينبغي أن يعق عنه سابع ولادته، وتكون العقيقة بأن تذبح شاتان مكافئتان عن الذكر وشاة عن الأنثى بالنسبة للموسر، هكذا ينبغي له أن يفعل. ومن ضاق عليه الأمر فيكتفي بشاة حتى عن الذكر إذا ضاق عليه الأمر. وأما كونه توفي قبل سابع ولادته فهذا لا يسقط هذه السنة، تبقى السنة كما هي إلا من عجز، إذا عجز الإنسان تسقط عنه حتى ولو لم يمت الصبي أصلاً.